قادما من بورتو البرتغالي، المالي موسى ماريغا هلاليا لثلاثة أعوام. لنتعرف عليه أكثر في هذا الفيديو. بدايات ماريغا كمسيرة كانت عادية جدا ما بين أندية مغمورة في فرنسا والترجي التونسي في أفريقيا. تكوين اللاعب لم يكن مثالي، بالتالي عمليا اللاعب ليس مبهرا بالمقارنة مع لاعبين أفارقة آخرين بسبب حصولهم على فرص تكوين في مدارس كروية أفضل. نقطة التحول المفصل للاعب كان نادي ماريتيمو البرتغالي. هذا النادي حرفيا أنقذ مسيرة موسى حين كان بعمر 24 سنة. إذن كيف أنقذ موسى من قبل نادي ماريتيمو؟ اللاعب وصل إلى النادي بعمر ليس بالصغير ودون أن يبرز في أي ناد من قبل. تجربة ماريتيمو نقلت مسيرة اللاعب لأنها ببساطة لفتت أنظار بورتو، ثم وقع معه بورتو بعدها وعاره هو وسواريز قبل أن يعودا في عام 2017 لقيادة خط هجوم النادي. ومن هنا بدأ مؤشر ماريغا يتصاعد وبدأ التحول الحقيقي لمسيرته. منذ عودة ماريغا وسواريز شكلا ثنائية ناجحة جدا. يذكر أن بورتو كان يعتمد بشكل شبه تام على المهاجمين، وأفضل مواسم ماريغا تهديفيا كان موسم 2018 حيث سجل 22 هدفا في الدوري متصدرا هدافي نادي بورتو وثالثا على مستوى الدوري البرتغالي، وسجل أيضا 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا كانت كفيلة آنذاك لقيادة بورتو لربع نهائي البطولة. هذه الخريطة الحرارية لتحركات موسى ماريغا طوال مواسمه الثلاثة الأخيرة، المواسم الأنجح في مسيرته، ويستنتج منها أمران. أولا، اللاعب يتألق كمهاجم ثاني أكثر من كونه مهاجما صريح. ثانيا، دائما يكون بجانبه شريك أساسي مهاجم رقم 9 كسواريس أو تاريمي مؤخرا. إذن ما هو الخيار الأمثل ليستفيد الهلال من ماريغا وبناء رسم الفريق تكتيكيا؟ بخطة 4-2-3-1 بقيادة ماريغا لخط الهجوم، وعلى يمينه كاريو، ومن شماله لاعب أجنبي هداف، ومن خلفهم لاعب مميز قد يكون تاليسكا من باب ضرب المثل. حينها سيكون لديك خيار غوميز على الدكة وأيضا خيار سالم الدوسري كجناح بديل. والهلال بشكل عام يمتلك وفرة من الخيارات والأسماء الممتازة على مقاعد البدلاء. لنتحدث عن مزايا موسى ماريغا. أولا، اللاعب قوي بدنيا. أيضا ماريغا سريع في التحولات المرتدة في حال توفرت المساحة المناسبة. هو لاعب شرس في الضغط بدون كرة، وأيضا هو ذكي وقراراته دائما مفيدة للفريق في حال كان لديه مهاجم هداف بجانبه. كل هذه المزايا دفعت مدرب بورتو كونسيساو على اعتماد ماريغا كخيار أول في قيادة خط هجوم الفريق. نختتم الفيديو بعيوب اللاعب. أولا، اللاعب تهديفيا كمهاجم أقل من جوميز. ثانيا، تقنيا وفنيا حلوله بالكرة محدودة. ثالثا، مهاراته بالكرة أيضا عادية، ليس بلاعب مميز فرديا. فهل هي صفقة رابحة للزعيم الأزرق أم لا؟ شاركونا رأيكم في خانة التعليقات.